الله أكبر الله أكبر. اضحك اضحك بهذا الكتاب، هذا كتاب كاثوليك تسعية ثم المعاونة الدائمة. شوف شوف هو شلون راح يفضحهم. اوكي احلى شيء لما يفضحهم يقول لك نبذة تاريخية. شوف النبذة التاريخية هاي هنا الفضيحة طبعا. اوكي وين يقول لك لوقا يعني رسم، يقول لك شوف ان عبادة مريم العذراء من البداية، ان عبادة مريم العذراء ام المعونة الدائمة تعود الى بداية المسيحية، بس وين ما حد ما يعرف. وازدادت وضوحا، شنو هي ازدادت وضوحا؟ عبادة مريم بعد مجمع افسوس 431 الذي فيه اعلنت مريم العذراء ام الام الله كعقيدة ايمانية بسبب بدعة نسطور. اما عن تاريخ ايقونة ام المعونة فيقال استنتاج ها ان ايقونة عجائبية لأم الله منقوشة على خشب كانت موجودة في أحد معابد مدينة القسطنطينية، وكانت هذه الصورة تحظى بشهرة واسعة، وقد أهديت إلى الملكة بوليكيريا التي شيدت كنيسة في المدينة ووضعت الإيقونة فيها لتكون موضع إكرام المؤمنة. أوكي المؤمنين هسا وين الفضيحة؟ هنانا قلك هناك من يقول أن الإيقونة هي من رسم القديس لوقا الإنجيلي، ولكننا نفتقر يعني متحسرين إلى برهان يثبت ذلك. مساكين على قولة هذا مساكين مساكين كلكم مساكين. دي يعترف على نفسه أنه يفتكرون متحسرين بس يشوفون دليل واحد، يرون دليل واحد لو قرسم الإيقونة. عارف عارف حبيبي شنو أقول لك بشرفك لوقا الرسول يعني لوقا هذا اللي متعلم الطبيب يعني بشرفك يعوف الدنيا كلها ويعوف كلمة الرب الحية الفعالة للناس والخلاص النفوس، والرب الرب يسوع المسيح استخدمه لخلاص النفوس، بشرفك يعوف الدنيا كلها ويعوف هذا كلمة الرب الحياة الأبدية للإنسان يخلصه من عذه العذاب النار. يروح يرسم له صورة. لا السؤال وين؟ لوقا كان يهودي صح؟ بالضبط. أوكي فإذا هو ما مؤمن بالتماثيل والصور لأن عنده وصية ثانية. أكثريتهم الرسل يهود. فشلون راح يخالف الوصية الثانية؟ ما يخالفها من يخالفها؟ شوف واليهود ما يخالفون الوصايا يعني هم صح لا بطرس لا لوقا لا متى لا يوحنا لا بولس الرسول اللي هو أصغر رسول. شو هذولي يقدرون يكسرون وصية الرب؟ ما يقدرون. يوحنا نفسي تمثبت بالرسالة الثانية الإصحاح الخامس يقول احرسوا أنفسكم منو؟ مش شنو؟ من أصنام. تعال شوف لك صور هنا بهذا الفيديو بهذا خطية طول 20 سنة بي. خليني أطلع لك الصور مع الوثنية والكاثوليكية شلون هم يقول لك اصنع الهك واعبده في الكاثوليكيه دهان اللي يطلون له بدي اشوف اصنع الهك واعبده في الهندوسيه هنا يصلون قدام. ايوه هاي وين هذا الكتاب وين شو والله قلبه خلينا نشوفه اسمع هذا مين جبته؟ هذا كتاب رهيب هذا صدقني لانه هذا اني لانه كنت اعرض بيه بالفي مو بي كنت اعرض اني معلومات بالفيسبوك فتعرفت عليه بالصدفه قال لي حبيبي انت اللي تنشره انا عندي في الكتاب فصرنا نحكي وانا اعرفه حوالي 7 سنين. اي خليني اجيب لك ادله شويه. اوكي هاي مريم المبكيه وهذا مع كريشنا لو بوذا واحد بوذا لا ما الصين ما الصين ما الصين والهندوسية والهندوسية بوذا وهذا الحسين دي ديب تشون زين عندك شموع شموع لا أوكي شموع كاثوليكية شموع بوذية شموع هندوسية شموع جانية زين عندك كاثوليك هاي فتحة الإيد هو ده يحكي على فتحة الإيد فتحة الإيد هذا فاتح إيده هذا فاتح إيده هذا فاتح إيده
كده فات ايديها ما شاء الله. هاي قلب مريم من وين جايبيها؟ خلينا نقرأ عليها. يقول لك أما الأمر الخامس الملفت للنظر فهو المشابهة الغريبة ما بين يسمى القلب الأقدس الموجود في تماثيل وصور الكنيسة الكاثوليكية وبين القلب المقدس الذي كان للإله الحياة والموت الأرتيكي كوتيز الكووتل في ديانة الأزتيك في المكسيك قديما الذي يظهر في الصورة. شوف قال إيه. والذي كان أيضا موجودا في شعائر عبادة قلوب الإلهية بل البابلي أوزيريس المصري وفيشنو الهندي. هاي من هناك كانوا يعبدون القلب. حشود كاثوليكية حول الصنم. أي كمل. حشود كاثوليكية، حشود إسلامية، حشود سيخية، حشود هندوسية. شوف نفس الإشي، يعني هو دا يقول لك الكاثوليكية من وين جابوها، يعني الوثنية. تعال هنا خلينا نشوف. هنا الصليب المقلوب، هذا صليب المسيح، هذا صليب الكاثوليك. هنا يقول لك الصليب المقلوب في كنيسة الشيطان، الصليب المقلوب في الكنيسة الكاثوليكية. شنو فرقهم بين الاثنين؟ ولا ما يكون فرق، لأنه على أساس يعترفون أنه بولس الرسول، العفو بطرس، أنه انصلب بالمقلوب، وهذا مو أكو دليل عليه. كمل. أوكي. الرمز الثاني الممسحن هو صليب الإله بعل، الصورة التي على اليمين، هذه اليمين، شوفوا هذه. أوكي. الرمز الوثني في شمال إسرائيل ويعود تاريخه إلى حوالي 1400 قبل الميلاد، ويختلف شكله عن شكل الصليب مصر، ويشبه إلى حد كبير الصليب البابلي اللي هو هذا. أوكي. الذي كان يضعه إله شمس البابلي على ثيابه قديما، والذي يضعه بابوات روما على ثيابهم حاليا. فيا للمصادفة الغريبة، وها هو صليب الإله بعل نفسه موجودا الآن على ثياب والمذابح والجدران وأماكن مختلفة. تعال، هذا الصليب البابلي، شوف هذا الصليب البابلي، هذا موجود هنا على الشال البابوي، موجود هنا على المذابح، موجود هنا على الكراسي مال الكنائس همين. اوكي، هذا خوش كتاب، حلو. اي هذا بهوايه ادله. شوف هسه هذا يقول لك الرمز الرابع الممسحن هو عجله اله الشمس. من يدخل ما تسمى ساحه القديس بطرس في الفاتيكان؟ الرمز الثالث الممسحن هو نجمة الإله عشتار ذات الثمانية أضلع. كنا قد ذكرنا في الفصل الثالث بأن هذه النجمة كانت رمزا للإله الأم عشتار، ويعتقد البعض بأنها قد زالت من الوجود يوم أزيلت عشتار، لكن الصور التالية تؤكد لنا أن تلك النجمة لا زالت موجودة وقد مسحنت ووضعت كعلامة واضحة على عدة أماكن في الوثنية الممسحنة، منها الشعار البابوي والتماثيل المعبودة وجدران وأسقف وأرضية الفاتيكان. أوكي. هذه ثمن أضلع، نجمة ثمن أضلع. وين؟ على مفتاح بطرس هذا. في الكنائس موجودة، على الجدران موجودة، على الساحة. هاي فاتيكان، ساحة فاتيكان هاي للصلاة، هاي تبع السينودوس، هاي تبع السينودوس موجودة، وهذه هنا أنا. هاي ثمن أضلع، هاي نجمة عشتار. صدفة هاي فاتيكان، هاي ساحة فاتيكان، هاي ساحة القديس بطرس على أساس. إيه مسويها مثل الصليب. فراس ليش حاب تظلمون؟ صدفة هاي صدفة.
صدفة؟ اي أوكي صدفة. تعال خلينا نشوف الصدفة وينها. تعال أوكي تعالوا تعالوا، لحظة لحظة لحظة، بس أنا أشوف لك لحظة الرمز، خليني نشوف الصدفة. الصدفة الرمز السادس الممسحن هو زهرة الزنبق، اتخذت هذه الزهرة منذ القديم كرمز للخصوبة، وارتبطت مع الآلهة الوثنية القديمة في بابل ومصر والمكسيك، ومع الآلهة الوثنية في ديانات المثلية الدينية مثل البوذية والهندوسية والجانية، بحيث وضعت على تماثيلهم. أما في الوثنية الممسحنة فقد أصبحت زهرة الزنبق رمز لمريم العذراء الكاثوليكية، ووضعت على المعابد والتماثيل والرموز الكاثوليكية المختلفة. هذه زهرة الزنبق، هاي زهرة الزنبق. البوذية عندهم زهرة الزنبق، هذول عندهم زهرة الزنبق، وهاي زهرة الزنبق وين؟ على تمثال مريم الكاثوليكية. وين بعد موجود؟ على الصليب. نعم صدفة صدفة ايه صدفة صدفة اوكي صدفة. طيب طيب في عندك الكتاب تبع، في عندك الكتاب هذا، بس لحظة دقيقة بس دقيقة، في عندك كتاب هذا تبع الترتيلة تبع مريم اللي بيقول لها يا زهرة الزنبق. اي عندي، اي عندي آخ يعني كله يوسف أخوي، أنا هذا الكتاب نزلته بي دي إف عندي اسمه هذا الوثنية. شوف هذا تكتبه وتكتبه عليه الوثنية الممسحنة والمثلية الدينية، يطلع لك يا تنزلها ببلاش، يا فيك تنزلها وفيك تقرأ من الإنترنت وبس بلاش. تبلش تقرأ ما راح توقف، بس تبلش تقرأ ما راح توقف. إيه ما راح توقف، بدك تسحب الكتاب كله، هل قد شيق وهل قد فيه معلومات. أنا عندي المعلومات بالكتب، هو خلاها أخذها كلها وخلاها بكتاب واحد. مع الأسف خلوا العالم تضحك علينا. هذا طبعا كان كاثوليكي وترك. عارف عارف، ما طول طابع يجي كتاب، هذا هو يعني بيأكد إنه أكثريتنا يعني أكثر الكاثوليك يعني وثنية، عبادتهم وثنية بعيدين عن الرب. من خلال كتابه مبين واضح هذا الشيء غلط، وهي سببها البابوات. وأقول لك على فكرة، الكتاب المقدس ماكو شيء اسمه بابا، يعني نعرف. اوكي تعال تعال شوف هسه، تعال خليني اقرا لكم، اجيب لكم اياها من هنا لحظه، اجيب لكم الترنيمه قبل ما اجيب لكم الفيديو، اجيب لكم الترنيمه الاول. الترنيمه شو تقول؟ تقول لك يا مريم يلي حملت هالنعمه لينا، يا احلى بشاره صبيها علينا يا ام النور، هالنور الصافي اللي جاي تيروز عالمنا الغافي، اللي جاي تزور عالمنا الغافي ويعيننا حتى نفهم معنى هالزيارة، وعينا حتى نفهم هالزيارة، ومثلك يا عذراء تحملها بشارة. هللويا عذراء وأم الله، هللويا هللويا الحلوة. هللويا لا الله، هاي هللويا خاصة بالله صاروا يطوها لمريم، ايه صاروا يقولوها المجد لمريم صار. هالحلوة ليلة على صوت بيقلها يا مريم اقرا عندي منها، بشارة. من انا اقرا منها، ما عليك انا اقرا منها، انا هاي اخر تبعها. بضيعة صغيرة من سيي، هيدي بعرفها انا، بعرف اللحن تبعها. بضيعة صغيرة من سيي كان في صبية الله معها، وعطيها نعمة روحية ندرت عمرها. وهون شو مكتوب؟ من اول عمرها تبقى عذرة، حلوة العذرة ها زهرة زنبق مخفية خي يوسف، زهرة زنبق مخفية. اوكي عاشت بقلب
يعني ترميمة انت ترنمها معقولة؟ وثنية وثنية ما لا أقول لك لكن ترنمها يا مو اخي ممكن لكن يا ترنمها اخي ممكن والله ترنم يا اخي أي صدقوني ينسبون شيء، ينسبون شيء للقديسة المطوف والمبارك اسمها، يعني اشياء ينسبوها لها وهي ما بيها اصلا، اصلا تعال هي ما تريد هذا الشيء. خلينا نشوف الصدف. صدقني أوكي خلينا نشوف الصدف، لحظة نشوف الصدف. الصدفة يقول لك هنا شو يقول لك؟ ولما كان هذا الرمز من قدسيه وتغير بين الشعوب الوثنية، وضع على ولا وضع على عصا الإله أوزيس المصري. شنو هي؟ إيه أوزيس المصري، وعلى عصا الإله دينيسيوس الإغريقي، وعلى عصا الإله باخوس الروماني، وعلى تمثال الإله شيكو ميكاوتل المكسيكي كما يرى كروز الصنبورة، أيضا على رأس بوذا في الديانة البوذية. شنو هي هذه؟ كروز الصنوبر. أوكي هذه هي موجودة هنا. أوكي وموجودة هنا بالرومانية. أوكي موجودة هنا وكمان موجودة هنا. أوكي وموجودة على هذا التمثال هنا، موجود موجودة هنا على هاي البوذة. حلو. هلا نجي عن الصدفة عند الكاثوليك، العصا مالتهم عند البابا، العصا مالتهم موجودة هنا. وموجودة هنا صدفة بابا، صدفة ما يصدفة. عم تظلمن، عم تظلمن يا فراس، عم تظلمن يا مفتري. زين احنا شو نسوي، شو نسوي بهذا الاسبوع؟ هلا هاي كمان صدفه، صدفه مو صدفه. اوكي زين خلينا نجيب لكم تبع الشيطان. لحظه خليني اجيب لكم تبع الشيطان. هاي تبع الشيطان حلوه ياها. حلوه يا هاي اسم الشيطان. تعرفون كيف بيحملوهم الكراسي؟ هاي ما السمكة بعدين بنرجع لها. يقول لك المواكب ومراوح الريش ظهرت هذه المراوح في أيام الفراعنة في مصر القديمة، ليس لتحريك الهواء وحسب، لكن أيضا كجزء من الشعائر الدينية الوثنية التي كان فيها يحمل الملك الكاهن على الأكتاف في مواكب تقام لتعظيمه وتمجيده على النسق ذاته. شن دي يحسون هذه حاملين الملك، كرسي الملك، وقاعدين دي هيفوله. نفس الاشي اللي صاير هنا، هذا البابا ونفس هذا النقديموس اللي كانوا شايليها منه بكراسي، والكاثوليك دائما بيشيلوا باباواتهم بكراسي وبيهففوا لهم. ها جابوها من وين؟ صدفة جابوها. هلا هذا سهنانا دي يحكي على التعذيب، بس خلينا نجيب لكم هاي تبع الوثن الشيطانية. الشيطانية وين هذه؟ جينا هنا ما أحلاها. طبعا هوس وطربقة هنا. هذا الكتاب يوسف لو تحمله أنت وتقرأ ما راح تشبع منه. ما راح تشبع منه. شوفوا هالجماجم. عاد ما أعرف من وين يجيبوا هالجماجم. يقول لك يوحنا فم الذهبي، أوليفر، كاترين، جمجمة مقدسة، جماجم شيطانية. هاي مال انه اجسادهم لم يتحللوا عند البوذية والهندوسية والوثنية، هذولها من اجسادهم لم تتحلل. شوف هذه هي. يقول لك إذا سافر أحد إلى المكسيك فيشاهد هناك قديسة الموت
موريتا المجسدة كهيكل عظمي في ثياب عروس كما يظهر في الصورة. قديسة، هذه قديسة يا ها، هاي قديسة يا ها. أوكي، يعبدها البعض من الكاثوليك هناك كما يعبدون عذراء غوادالوبي. لكن المفارقة الغريبة هي الكنيسة الكاثوليكية تدين هذه العبادة وتصفها بأنها عبادة للشيطان، وتقول أن هذه الصلاة لتلك القديسة هي خطية. عجيبة، أوكي، عجيبة. ألا ترى أيها القارئ العزيز حجم التخبط الموجود في الكنيسة الكاثوليكية المليئة معابدها وشعارها بعظائم الموتى؟ هذولا، هذول يعني هذول يقدسوهم يعبدوهم مو مشكلة، بس هذه خطية. اخوي ليش ما شفتوا هذا كتب على الاقباط، هذا الارثوذكسي اللي شال، ما بعرف اقباط روم هو، ما بعرف هذا اللي كان عم بيغسل ويتباركوا منه. ارثوذكس ذاك، بس خليني اجيب لك، هسه راح اجيب لك الفيديو. يقول لك ما الفرق بين الجمجمه التي يستعملها السحره وعبده الشيطان وبين الجمجمه التي يستعملها الكهنه الكنيسه الكاثوليكيه؟ ما يصور. لطمية لك هذا الكتاب لطمية. هاي بدها حيدر. هذه لطمية يعني. أوكي، الوصايا العشرة عند الكاثوليك تختلف عند هاي بنعرفها. خليني أجيب لك المريميات. خليني أجيب لك هذه يوسف، ركز على هذه. هذه اللي يقول لك حاملة الأم والطفل. أوكي، شلون دخلوها هاي الأم والطفل، شلون دخلوها للكنيسة؟ شوف شو يقول لك، يقول لك كما كنا قد ذكرنا قبلا فأن عبادة الأم، شوف عبادة الأم والطفل بدأت في بابل القديمة وكانت العبادة الأساسية هناك، وتظهر أنصاب بابلية قديمة للآلهة الأم سميراميس تحمل اسم عشتار أيضا، وهي تحمل طفلها تموز على ذراعها. شوف هذه عبادة الأم والطفل. فلقد ادعت سميراميس بأنها ومن بعد موت زوجها الملك، هاي اللي كان عم بقلك عليها، هاي قد حبلت بطريقة معجزية من دون رجل وولدت طفلا، فأصبحت هي وطفلها شخصين إلهين وسماويين. هذا اللي مع حميدو محمد أخذ منهم. أنت قلت للناس أعبدوني أنا وأمي أو اتخذوني أنا وأمي إلهين، من أنا جاب الفكرة؟ من سميراميس. دعيت الآلهة الأم إزيس وطفلها دعية حورس، وعبدت لقرون عديدة. أيضا عبدها الرومان حيث كانت عبادتها أحد أهم العبادات عندهم. في آسيا القديمة دعيت الآلهة الأم عشتاروت ومثلث، ومثلت حاملة طفلها على يديها، وقد عبدها الفينيقيون والكنعانيون والإسرائيليون وغيرهم. هذه شوف هذا الصور. نعم. اي هسه شكوا بالكاثوليك، اكو صور الام وحامله الام، الام حامله طفلها، هاي منه على اساس هاي القديسه مريم. وعم احنا عندنا ادله طبعا هنا بلاوي ادله هنا انه هذه واحده وثنيه ومش القديسه مريم. في الامبراطوريه الحثيه التي امتدت من عام 2000، هاي قبل الميلاد، الى عام 1200، يعني من قبل الميلاد، يعني دعيت 1200 قبل الميلاد الى عام 2000 قبل الميلاد، دعيت الآلهة الأم ريانا ومثلت مع طفلها على حضنها. هذه هي ريانا. في ألمانيا القديمة عبد الألمان الآلهة الأم العذراء، شوف الأم العذراء هيرثا مع الطفل على ذراعها. أما في اليونان القديمة فقد دعاها الإغريقيون ريا،
ريا هي هرثا، وعبدوها مع الطفل بروتوس. هذه شوف كلها عبادتهم. ليش يصلون لهذا التمثال صنم مريم؟ لأنه هي عبادة، بس هم يقولوا لهم هي هاي شفيعة، بس يطونهم صلوات عبادة. في إيطاليا دعاها الأتروسكان من 800 ل 900 قبل الميلاد نوتريا، وعبدوها مع الطفل على ذراعها. وفي أيام الإمبراطور الرومانية دعيت تلك الأم فورتونا، وطفلها دعا جوبيتر عند المكرسين لها في أيام روما القديمة. هذه يعني في يعني شوف هواية ياهم. شوف هذول كلكم، يعني كل العبادات الوثنية القديمة تقريبا فيها نفس التمثال، نفس التمثال نفسها. حتى هنا في الهند يقول لك في الهند ولأجيال عديدة عبدت الآلهة الأم العظيمة إزيسي مع طفلها إسوارا، حيث كان لها العديد من المعابد القائمة لعبادتها، كما وأيضا عرفت باسم ديفاكي مع طفلها كريشنا، وأيضا باسم ماتريكا التي مثلت أيضا مع الطفل على ذراعها. هذول الصور، شوف هذول الصور، يعني ده شوف الصور التماثيل اللي دي نحتوها كانوا هي. زين هنا هسه تعرف هذول كلهم هي على اساس القديسه مريم. يقول لك اخذت الكنيسه الكاثوليكيه فيما بعد الام مريم والطفل يسوع الذين ابتدعهما ووزعتهما على كل الشعوب العالم، انضمت تحت لوائها طوعا او قصرا، وصنعت لكل شعب منهم شكلا ولونها ولونا خاصين به ليشبهانه. فمثلا صنعت الام مريم والطفل يسوع اوروبيين في اوروبا، وهنديين في الهند، وصينيين في الصين، وفيتناميين في فيتنام. هذه شوف هاي كلها كاثوليكيه، كل هذه فالمدهيش. احنا انا يعني ما اقول لهم يعني شوف عدتنا هذول اياكم هاي الصور هنا، وعندك الصور هنا. شوف الصور يعني موجوده قبل المسيحيه، يعني هذول التماثيل يعني التاريخيه كل هذول. عندك رضاعه الكبير يوسف، تريد عندنا رضاعه الكبير هنا ترى، خليني أشوف لك. يقول لك أما في الصور التالية فنرى مريم الكاثوليكية المرضعة كما رسمها رسامون كاثوليك، فاضت التخيلات المريضة عند كل واحد منهم في شكل معين، فرسمها واحد مع طفلها يعصران صدرها لتسقط بعضا من قطرات الحليب على ثوبها، فيما تأمل الأرواح التي في المطهر من تحتها وصول هذه القطرات إليها. وآخر رسمها وهي ترضع طفلها بينما تخرج نقاط حليبها كحبات تؤلف مذبحة، لأنها وصلت وصلت المزمع. إيه هي تهاد، شوف هي هاي وصلت المزمع. قلت المزمع يا أخواتي تطلع من ثدييها. إيه مذبحة وردية قطرات حليب. إيه لعشينه هلا عرفنا المسبحة من وين اجت. وعندك هذا برناردت، شوف هاي الوقاحة، هاي الوقاحة مالتهم، هذا يسوع وهذا برناردت. اخر رسم قاسم برناردت يقاسم الرضاعة مع الطفل مباشرة من صدر امه مريم الكاثوليكية. شوف هاي الوقاحة هنا، هاي الصورة، وهاي صورة مشهورة، هاي شايفها. ايه شفت مين بيهين مين؟ الله أكبر الله